تدريجيا بدأ العام الدراسي في لبنان مع عودة صفوف مراحل الشهادة الرسمية إلى مقاعد الدراسة، لكن العام الدراسي محفوف بالمخاطر في ظل الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا الذي لم يكن واقعاً قبل 8 أشهر. لذا لم تفتح المدارس إلا من خلال خطة وتدابير تحاول من خلالها الوزارة حماية التلاميذ والكادر التعليمي قدر المستطاع. قسمنا الصفوف لمجموعات، المجموعة الأولى تأتي الأسبوع الأول تأخذ حضورياً، شرط مراعاة الحضور 50%، نسبة 50% من التلاميذ. بعد أسبوع هالمجموعة اللي أخذت حضورياً تقعد بالبيت، بيجي المجموعة الثانية لتأخذ حضورياً. المجموعة الأولى اللي قعدت بالبيت ستتابع التعلم عن بعد. نحن عنا أرشيد صحي بداخل المدرسة اللي هو يتولى هي العملية كلها، اللي يتولى عملية الإشراف وتطبيق الدليل الصحي. سجلت المدارس الرسمية حضوراً بنسبة 80%، لكن المدارس الخاصة كان لكل منها خطة مختلفة وضعت بعد التشاور مع روابط الأهالي وأحصاء عدد التلاميذ الذين يودون الحضور وهؤلاء الذين يخشى الأهالي من إصابتهم وفضلوا التعليم عن بعد، ففتحت مدارس أبوابها وأخرى قررت التأجيل لبعض الوقت. التخوف موجود وفي أهالي خاصة عم بيسبقوا لقدام، خاصة الصغار، إنه نحن يمكن إذا بلشتوا بلندد ممكن بعض الأهالي عم بيقولوا عنا تخوف، لأنه بفهمهم، لأنه بعد ما عارفين شو رح يصير إذا كان في حالة صحية معينة من راعية ومن درسة ومن تابعة. بس بالأمور العادية بمجرد ما المدرسة فتحت بنظام الهايبريد نحن مسؤولين عن كل شيء اسمه وقاية صحية داخل المدرسة، والثقة المتبادلة بينه وبين الأهل هو حيكون المعيار. يتوقع بعض المتخصصين بالشأن التعليمي أن تعود المدارس إلى الإقفال عندما تزداد الإصابات وتنتشر في المدارس، وهو سيناريو ليس بعيداً عن حسابات الوزارة التي تدرك أن هذه الجائحة تتطلب وضع خطط احترازية كما يحصل في العديد من بلدان العالم، وعلى رأسها الإغلاق من جديد. لن يكون العام الدراسي الذي يبدأ على وقع انتشار مجتمعي لفيروس كورونا كغيره من الأعوام، وإن كانت الاحتياطات كثيرة فالمخاوف أكثر، وهي لا تتعلق فقط بتلك الصحية إنما أيضا بالتعليم عن بعد وما يشوبه. وبحسب دراسة للجامعة الأمريكية في بيروت فإن لبنان ليس جاهزا لإعادة فتح المدارس. ليلى خليل، الغد، بيروت.